رغم صغر حجم البعوض، يبدو أن هذه الحشرات الطائرة المؤذية أكثر ذكاءً مما نتوقع. فحسب دراسة حديثة نشرتها صحيفة غارن بيولوجي، أن البعوضة التي تتعرض لمحاولة قتل من شخص ما تميز رائحة هذا الشخص ولا تهاجمه مرة أخرى لشعورها بأنه خطر على حياتها. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن البعوض لديه تفضيلات معينة عند اختيار ضحاياه، إلى أن الدراسة الحديثة قالت إن هذه الحشرات الذكية بإمكانها تغيير تفضيلاتها وتجنب الأشخاص الخطيرين.